متابعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. أعلنت تويوتا رسميا عن إيقافها إنتاج سيارتها أوريون في أستراليا، وذلك بعد 11 عاما على إنتاجها. تم الكشف عن أوريون لأول مرة في معرض سيارات ملبورن الدولي 2006، وفي أستراليا وعلى مدار 11 عاما تم صنع 110 آلاف سيارة تم بيعها محليا، بالإضافة إلى 70 ألف سيارة تم توريدها للخارج. السيارة تتميز بمحرك بترولي 3.5 لتر 6 سلندر، كانت تصفه تويوتا بأنه الأكثر تقدماً وقوة من الناحية الاقتصادية، وبالفعل فهو كان ينتج قوة 268 حصان. ويأتي سبب الإيقاف ارتفاع تكلفة الإنتاج التي دفعت تويوتا وفورد وجنرال موتورز لإنهاء أعمالهم في أستراليا. لكن مع ذلك فتويوتا أوريون لن يترك مكانها بدون سيارة بديلة اقتصادية التكلفة تقدمها تويوتا، حيث إنها ستستبدل بالجيل الجديد للكامري 2018 والذي كشف عنه بمطلع العام الجاري، ويتوفر بثلاثة خيارات للطاقة، اثنان منهما بتروليان والآخر هجين، ومن المقرر وصولها لأسواق الخليج خلال الخريف المقبل. ما رأيك في سيارة تويوتا أوريون؟ شاركنا بالتعليق.